فرحان بالهدف؟ بيان سو شعر الفرح المنتخب ضربنا بيش في بروميان ما يطلع شي حاجه واعره ان شاء الله باقينا نجيدو ان شاء الله بيتو هي في فيديو ولا يمكن ان تحدد وحيد هو انا شايفه بصراحه ان احنا في فرص الحمد لله ومش متشائمه بان احنا الشوط الاول خلصان 1-0 ضروري المغرب يزيدوا شي هدف سفيان بوفال كيتحارب بعدا معاهم وحكيم يشاو كيتحارب اما اللعابه الاخرين كيبانوا لي ناقصين شويه ديما المغرب المهم ان شاء الله باذن الله البطوله بتاعتنا الف مبروك ولعبنا ماتش كويس ورجعنا في النتيجه بعد ما كنا متاخرين مبروك لمصر مبروك لمصر بوك نموتوا على المغرب ولكن هادو زادوا كرهونا في المغرب خصهم يربحوا عيب يربحونا هادو ديما كيربحونا شحال من عام وما كيقصونا من الكؤوس الواعرة كيقصونا هاد المصريين هي كرة القدم يعني كيوقعوا في حال هاد الحوايج اليوم كان الحظ ماشي معانا وكانوا شي اخطاء وداكشي كنتمنوا يتصحوا في قادم المناسبات